في شخص اسمه ابن براجان مفسر اندلسي عالم، حتى نعرف مقامه العلمي، وصفوا بعض الناس شو قالوا، شو قالوا؟ غزالي الاندلس. انتوا بتعرفوا حجة الاسلام الغزالي ابو حامد الغزالي الذي توفي 505، ما هو على فكرة قريب من وفاة ابن براجان، يعني ابن براجان توفى بعد الغزالي تقريبا ب 35 سنة، لا اقل، لانه توفي ابن براجان 536، قيم منهم خمسة، 31 سنة بعد الغزالي، 31 سنة بعد الغزالي، الغزالي 505 هجري، وفاة ابن براجان وفاة الارجح وفاة 536 هجري. اذا وعلى فكرة له كتاب في التفسير اسمه تنبيه الافهام، عنوانه طويل طبعا، الان اظن الان يكون طبع الكتاب، لانه كان في شغل عليه من سنين لابن براجان. اذا اللي يسمى غزالي الاندلس، لان اندلسي هو من اشبيليا اصلا، وعاش فترة في غرناطة، ثم استقدم في اخر حياته الى مراكش ايام حكم المرابطين، المرابطين لما حكموا المغرب العربي وحكموا جزء من اسبانيا المرابطين، فكان تحت حكمهم اللي هو ابن براجان، ويبدو انه كان في وشاية فيه، استقدم الى مراكش وكانت له محاكمة وتوفي في مراكش الان، وموجود الان بسموه اظن في مراكش الان سيدي ابو الرجال، بيقولوا له، ما هناك كثير في قضية سيدي ابو الرجال الان، اللي هو ابن براجان. ابن براجان هذا كان متصوف، ولكن يبدو التصوف، ما هو التصوف درجات، ايش درجات واشكال والوان، في منه المنضبط وفي منه شوية شوية منحرف. ايش يعني منضبط؟ طالما انه ينضبط بضوابط الشرع من قرآن وسنة، وفي متصوفة كانوا على منهج منضبط، مش وقته الان. الان ابن براجان كان وسطي في، على كل نحن مش دارسين اعماله تمام الان، هذا اللي هو غزالي الاندلس توفي 536، وين تفتحت القدس على يد صلاح الدين؟ 583، كم سنة يعني؟ اقل من 50، مش هيك؟ 47؟ 47 بعد، يعني إذن هو توفي قبل تحرير القدس 583 ب47 سنة، ولكن سنة 522 يعني قبل 61 سنة كاين من سورة الروم متوصل انه تفتح القدس رجب 583 هجري، وفتحت 27 رجب 583 هجري، بعد الكلام اللي كان ذاكره بكم سنة؟ 61، وبعد وفاته ب 47 ابن براجان. ف 579 لما فتح صلاح الدين حلب، اجى القاضي ابن الزكي في قصيدة امتدح فيها صلاح الدين، شو قال له؟ وفتحكم حلب الشهباء في صفر مبشر بفتوح القدس في رجب. هذا 579 فتحت صفر الحلب 579، يعني قبل 4 سنوات من فتح القدس فتحها صلاح الدين. فالقاضي ابن الزكي، محي الدين ابن الزكي، قال لصلاح الدين في قصيدة، وعلى فكرة كل هذا مدون في الكتب المعاصرة لهم، يعني مش قضية مفتعلة، ومن خلال البيت الشعري بتلاحظوا انه بتكلم عن ايش؟ عن المستقبل. لا مش معقول يقول مبشر الا معناته المسألة جاي. قال له وفتحكم حلب الشهباء في صفر مبشر بفتوح القدس في رجب. بعض الكتب نقلت البيت الشعر كالتالي: وفتحكم حلبا بالسيف في صفر مبشر بفتوح القدس في رجب. كتب اخرى نقلتها: وفتحك القلعة الشهباء في صفر مبشر بفتوح القدس في رجب. فلما فتحت القدس في رجب قالوا لمحي الدين ابن الزكي: كيف عرفت؟
كيف عرفت؟ شوفوا موضوعيتهم قديش امينين. ما جاش قال عرفت انا. قال وجدته في تفسير ابن برجان. كان قايله ابن برجان وين انت؟ 522 قبل 61 سنة. ومحي الدين ابن الزكي قاريه. قال وجدته في تفسير. صاحب كتاب بالأنس الجليل في أخبار القدس والخليل برضو كاتب حول هذه المسألة، وكتب طبقات المفسرين أيضا ذاكرة هذه القصة. قال فرجعنا إلى تفسير ابن برجان في سورة الروم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد إلى، قال مستخرج من هذه الآيات فواتح سورة الروم بحسابات طويلة من السورة أنها تفتح في رجب. ابن برجان حاولت أشوف الحقيقة كيف هو أخذ يعني الموضوع، لكن ما نقل عن طريقته في استنباط أشك إنها هي الطريقة الصحيحة، لأني وجدت مش كثير مقنعة. والاستنباط وصل لاستنباط يعني الآن مكتوب عند بعض الناس صفحات في حدود 4-5 صفحات مطولة كيف توصل ابن برجان، ولكن غير مقنع. الآن